FM. الكلمة ليك اليوم كما قلت في قطاع هذا الموازي زال كذلك اخترع البلاد بربي زال هوني في كلمة القطاع الموازي توضيح. اللي غير التوضيح اللي يقول لك مثلا 54% مش صحيح مش صحيح. خليني أقول لك عليه مش صحيح ونتحمل مسؤوليتي ونقرأ القراءة اقتصادية علمية. علاش مش صحيح؟ شوف تحكي على التجارة الموازية ولا تحكي على القطاع الموازي؟ كان تحكي على القطاع الموازي، القطاع الموازي هو الشركات، هو الإنتاج. القطاع الموازي الإنتاج تقارنه بالناتج المحلي الإجمالي، تقارنه بال 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 بالإنتاج بتاع الدولة. حوالي 20%. الشركات اللي مش اللي قالها تخدم ومش الديكلاري هما شركات صغيرة، هاك صبابتي، فهمتي، هاك الحداد، هاك النجار، هاك شركات صغيرة. أنا مش نقول الأنشطة، التجارة. لا، صحيت. خلينا نقولوا. القطاع كيحكيو على القطاع راهم قاعدين يغلطوا في الناس. 54% القطاع، 20% سامحني القطاع حاجه والتجاره الموازيه هي الخطر. التجاره الموازيه قيسوها بشيفر دافير، والقطاع يقاس بالقيمه المضافه. عايشكم القيمه المضافه تتقاس، هي مجموع القيمه المضافه يعطي ما يسمى بالناتج المحلي الاجمالي. نعم. دونك فالي هذا حاول بسطنا اكثر بسبب اللي يسمع الناس يسمعونا. لا 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 مواطن يفهم، لازم مواطن تبسط له. انا 100 دينار ننجوها كل شركه، شنو هو القيمه المضافه نتاعها؟ شنو يزيد الصبابتي؟ شنو يزيد الحداد؟ شنو يزيد شركه نتاع الفوسفات؟ شنو تزيد؟ شنو ايش يشري واش يستهلك الاستهلاك نتاعو هذاك؟ باش يردوا منتوج ويبيعوا. انتجنا ب 100 ثم 20 ما قيمته براتيك، ما مش قادرين يخلصوا معناها في الضرائب، يخدموا وخارجين من القطاع. أيه. مش معلن هذاك يضر الاقتصاد، هذاك 20% يضر، لكن حتى ما يلزمش نصوا عليها، يلزم يدخل في المنظومه وفهمتي ويخلص الضرائب نتاعو ويعلن تواجده فهمتي ولا ونزيدوا حصته في الانتاج نتاعنا. الاخر كي تقول لي التجاره الموازيه، التجاره تقعد تبيع من صبي، تجاره موازيه من صبي ما عندوش قيمه مضافه، ما عنده ما يدير حتى شيء. يجري فيه يجيب في حاجه مهربه من ايطاليا، ولا يجيب فيها مهربه من ليبيا، ولا مهربه من تركيا، ولا من الدول الاخرين فهمتي، يشريها ب 50 وحطهم في اطار القانون، حطهم في بلاصه ويخدموا والبلديه موجوده، الشرطه موجوده. القماش كيجيبوه بالكيلو، يحسبوه بالكيلو. الكيلو كيجي يدخل على الديوانه يخلص 14 دينار، كي يدخل للسوق المهربه يخلص 8600، براتيكمون 5000 ربحين في الكيلو قماش كيجي. دونك يجي يجيبوه دونك على المهرب ويتباع في اسواق المهرب. هذيك التجاره. أي. التجاره هذيك التصدي لها سهل، التصدي لها عن طريق الديوانه، عن طريق الجمارك، وعن طريق اليات معينه. نعم. ما نقولوا الحقيقه زاده، من 2013 و 2014 2015 ثم انا شوفوا فيهم ثم نتائج مش كيما 2011 كيما 2012. تقول لي خليناها 2011 و2012 دخلت السلعه هذه قالت تدخل وسهلنا لهم، اليوم قاعدين نصلحوا، قاعدين نصلحوا، لكن قاعدين كل يوم تسمع شادين مهربين. الكلمه ليك.